شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتراضيا اطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية. كما شهد مدبولي أيضا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية لطلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق. هذا وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأهمية المنصة الجديدة وبدورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة. ذهبية هي موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة. وفي إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.goldenlicense.gov.eg. تقدم هذه المنصة تجربة إلكترونية متكاملة لرحلة المستثمر للحصول على الرخصة الذهبية ومعلومات شاملة عنها، مثل مميزات الرخصة، المجالات والأنشطة، الضوابط والشروط، المستندات المطلوبة، خطوات التقديم، تقديم الطلب ومتابعته. وللبدء في إجراءات الرخصة الذهبية يتم اتباع الإجراءات التالية: أولاً، يقوم المستخدم بالتسجيل وإنشاء حساب جديد وملء البيانات، ثم يقوم بالضغط على تسجيل. عندها يصل للمستخدم بريد إلكتروني لتفعيل الحساب. بعدها يمكن للمستخدم الدخول على الحساب المفعل. يقوم المستخدم بالدخول على صفحته الشخصية، حيث يمكنه من خلالها التقديم على الرخصة الذهبية أو متابعة موقف الرخصة أو معرفة الطلبات الغير مستوفاة أو رؤية مسودات الطلبات السابقة. في حال اختيار التقديم على الرخصة الذهبية، يقوم المستخدم بملء بيانات الطلب وتحميل المستندات المطلوبة، ثم اختيار الحفظ أو التقديم للطلب. وفي حال متابعة الموقف الحالي للطلبات المقدمة، يمكن للمستخدم معرفة حالة الطلب كالتالي: إما أن يكون تحت المراجعة من وحدة الرخصة الذهبية، أو تحت المراجعة من الوزارات والجهات المختصة، أو تحت المراجعة من مجلس الوزراء، أو تمت الموافقة على منح الرخصة وجاري الإصدار، أو تم إصدار الرخصة الذهبية. وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ مشروع المستثمر وفق البرنامج الزمني للتنفيذ المقدم من المستثمر بالتنسيق مع الجهات المختصة بالنشاط وحل أي تحديات.